إلهي، أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي، إنك تحبني كثيراً، فأنت معي وقت فرحي، حزني، قوتي، ضعفي وألمي. لا أتعجب من تدبيرك لحياتي، فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي. لذلك أسلم حياتي بين يديك، تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية، لأن تدبيرك فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. في حاجات خارجة عن إرادتنا بتقابلنا في الحياة، ممكن تغير ظروفنا وتضايقنا كمان. طب وبعدين؟ الإنسان بيتأثر، خصوصا لو كانت الأحداث دي شديدة أو صعبة. طب وبعدين؟ وبندور على ربنا، لا المشكلة زي ما هي. طب وبعدين؟ ازاي الواحد يقدر يعيش ويفضل مع ربنا رغم قسوة الظروف؟ ده اللي احنا هنشوفه بالقصة بتاعتنا. قصتنا مع رجل عايش مع بنته بعد انتقال مراته، وبنته دي شابة حلوة، هو له علاقة بربنا وبنته لها علاقة بربنا، مرتبطين بالكنيسة، يعترفوا ويتناولوا ويصلوا، حلوين. ولكن حصل فجأة مرض جه للبنت. ايه ده؟ مرض غريب، مش معروف سببه ايه، فيروس ممكن، حاجة يعني حصلت. الخلاصة انه ده أصاب مخها، وبدأت تفقد تفكيرها المتزن، وبدأت تتلخبط، وطبعا دخلت في سلسلة من الفحوصات، وكانت النتيجة ان البنت بدأت تدهور، ذهنها خلاص ما عادش واعي، مش عارفة اللي حواليها، مش فاهمة مين، مش عارفة أبوها حتى اللي هو يعني أقرب واحد ليها. وقرر الأطباء إن حالتها صعبة، وإن هي ممكن يحدث منها أي تصرف غير متزن، تأذي نفسها، تأذي اللي حواليها، هي مش واعية خلاص. وقرروا إنها تدخل في مصحة أو مستشفى خاص تحت حراسة، لأنه المرض ده مرض عقلي، ومش هتقدر إنها تعيش الحياة الطبيعية في وسط الناس. والراجل طبعا تأثر جدا وبكى كثيرا، بنته الوحيدة فقدها، هي موجودة شكلا لكن يا عيني مش عارفة ولا عارفة أي حاجة ومش متزنة. ودخلها المستشفى، كان غصبا عنه، لأنه هتعيش إزاي ومين يراعيها، وهي ممكن تأذي نفسها. وفعلا دخلت المستشفى، وكانت طبعا حالتها مش واعية، وفي عدم وعيها هي وحواليها ناس كتير، كانوا حاطينها تحت حراسة مشددة، أن ممكن أنها تأذي نفسها، أو لقت أي أداة ممكن أنها تجرح نفسها، ممكن تخبط نفسها، لأن هي مش واعية ولا عارفة حاجة، لا عارفة اسمها ولا عارفة أبوها ولا عارفة أي حد. طب الراجل شعوره إيه؟ طب البنت مش فاهمة ومش واعية، طب وهو؟ كان تعبان 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 جدا فوق ما تتخيله، مش قادر. قال له ايه ده، انت فين يا رب؟
وبدأ يتضمر بقى، قال له انت قاسي كده ليه يا رب؟ تاخد مني بنتي، بنتي الوحيدة اللي انا يعني عايش لها، تفقد عقلها؟ طب ازاي ازاي؟ وبقى تعبان جدا. حاولوا اللي حواليه يهدوه، قعد مع ابونا، ابونا قعد يقول له يكلمه، قال له مش قادر يا ابونا. قال له طب معلش، ربنا قصده خير، ربنا يعني هيمد ايده. قال له مد ايده بقى بعد ما فقدت بنتي ازاي؟ قال له ربنا بيحبك. قال له بيحبني؟ يحبني يخلي بنتي تتوه عني؟ مش عارفاني، بشوفها مش عارفاني، بروح لها المستشفى مش عارفاني. قال له معلش ربنا مش كده احسن ما كانت تموت؟ قال له مش عارف بقى تموت ولا تعيش، مش عارف. قال له لا احسن انت شايفها بعينيك، اشكر ربنا. قال له اشكره ازاي؟ اشكره ازاي على اللي بيعمله معايا ده؟ انا زعلان، زعلان من ربنا جدا، ليه بيعمل كده؟ ليه ليه؟ وعاش في ضيق وتذمر شديد جدا. الناس تكلمه، ابونا يكلمه، مش قادر مش قادر. ومرت الايام وهو في ضيق شديد، ويكلموه اهدى ارضى اشكر ربنا. قال لا لا لا، واستمر استمر في هذا الضيق لانه حاسس انه فقد اغلى حاجه عنده بنته. لا الشغل قادر يهديه، ولا كلام الناس، ولا اي حاجه. استمر الراجل، ولكن رغم استمراره في الضيق والتذمر فضل ابونا جنبه ويكلمه، يقول له معلش ارجع ربنا مستنيك، اشكر ربنا. قال له مش قادر اهدى. قال له هيهديك بس اشكره. قال له مش ممكن اشكره، مستحيل اشكره، اشكره ازاي بعد ما خد بنتي؟ قال له بنتك قدامك. قال لا مش قدامي ولا حاجه، بنتي قدامي منظر لكن مش عارفاني. قعد ابونا يكلمه كتير وهو مش قادر مش قادر، كان بيسمع ابونا وبيتاثر بكلامه، لكن مش لدرجه انه يهدى. وفضل في هذا الضيق، فضل مده طويله. ومرت الايام وهو تعبان تعبان، وكل ما يقف يقول له انت فين يا رب؟ انت فين؟ هي دي صلاته، انت فين وازاي سايبني؟ وانت ليه ما بتتدخلش؟ بتكلمنا عن المحبه، اله المحبه، طب ما بتحبنيش ليه؟ طب ما تحبني بقى، حبني، انا تعبان، انا مش قادر، انا مش قادر اكلمك بقى. بس الحقيقه كان بيفضل برضه يكلم ربنا، يصرخ لربنا يقول له مش قادر يا رب. وكان يروح يزور بنته، يزورها ويوصل المستشفى، يدخلوه في مكان، وبعدين يسمحوا لي يبص لبنته، وما بينهم في باب حديد، ويشوفها تايهه مش عارف ايه، يشوفها منظر ويعيط، يتأثر جدا لأنه بنته، ولا طايل هيمسكها، ولا طايل حتى انها تشوفه تبص له وتعرفه. واستمر في هذا الضيق، كل ما يروح يزورها مش قادر ما يروحش، لأنه بنته بيحبها، وفي نفس الوقت تعبان. كل ما يروح يلاقيها في الحالة دي، وأبونا يكلمه ويقول له معلش أرجوك ارجع لربنا، اشكر ربنا. قال له أشكره مش أنا عايز، بس مش قادر أشكره إزاي وأنا تعبان؟ أنا أنت مش حاسس بيا، أنا تعبان. قال له لا حاسس بيك وأنت معذور، بس معلش قول يا رب وكل الأشياء تعمل ما عند الخير. قال له الأيات دي مش موجودة بقى، أنا مش شايفها، للخير إزاي؟ أنا فقدت بنتي. قال له لا، ربنا قادر، ربنا هيقدر يهديك ويريحك. وفضل أبونا يكلم، ما فقدش الرجاء أبدا معاه، وهو الراجل يسمع لكن يا عيني تعبان مش قادر مش قادر. وبعدين تأثر تأثر بكلام أبونا، بس مش لدرجة إنه يشكر ربنا. وبعدين
لازم يروح يشوف بنته، مش قادر يمنع نفسه، بيحبها. راح في مرة من المرات ودخلوه، وفي السكة كان عمال يفكر أشكر ربنا، بس أشكره إزايش؟ كلام أبونا صح، بس أنا مش قادر، نفسيتي تعبانة، طب ساعدني يا رب وأشكرك، أنا مش عارف أشكرك. وبعدين وصل المستشفى، دخلوه عشان يزورها في الأوضة اللي بيقعد فيها جنب المكان اللي هي قاعدة فيه، وهو قاعد قال لي يا رب ساعدني، أنا عايز أشكرك، طب يا رب أنا هسمع كلام أبونا، أشكرك يا رب، أشكرك إن أنت يعني مخليني بنتي، أنا لو اتحرمت إن أنا أشوفها لا مش هقدر أستحمل، لا كويس إن أنا شايفها، حتى لو هي مش حاسة بيا ولا عارفاني، أشكرك يا رب. وبدأ يحس بهدوء بعد ما قال أشكرك، بدأ يهدى شوية. وبعدين سمع صريخ من جوه، إيه ده صوت بنتي بيصرخ ليه؟ وبص لقى، سمع صوتها بتقول إيه؟ عايزة بابا. انت اسأله ايه ده دي خفت ولا ايه؟ جابوها حتة، قلت له بابا، وجريت عليه، جريت ومدت ايديها من الحديد وحضنت بابا، وبابا حضنها. قال لها ايه ده؟ انت عقلك رجعلك؟ قلت له انت حبيبي بابا، وحضنها وقالوا له مبروك، البنت رجعت بقت طبيعية، وبقى كل المستشفى فرحانين مش عارفين يقولوا ايه. وفعلا بعد كده خرجت البنت ورجعت تعيش مع ابوها، وهو يقول له انا اسف يا رب ان انا ما شكرتكش، انا كنت عنيد، لكن انا اول ما شكرتك انت خففت بنتي ورجعتها لي سليمة وتعيش معايا. وقال له طول عمري هفضل اشكرك يا رب واتمتع بيك، انت اله حلو جدا، انت فعلا اله المحبة. اننا نشكر الله على الضيقات التي انقذنا منها، وهذه اقل الانواع، ولكن الاعظم من هذا ان نشكره ايضا على الضيقات القائمة التي ما زلنا نعيش فيها ونحتملها، وبالإيمان نثق أنها لخيرنا فنشكره عليها. الشكر بيعمل معجزات، الشكر يفتح الباب إلى قلب الله، يرجع لك بنوتك ويرجع لك أبوة ربنا ويمتعك بكل حاجة. اشكر ربنا وثق إن ده هيديك بركات كتيرة خالص مهما كانت الأمور صعبة أو فوق الاحتمال. ده التدريب بتاعنا الأسبوع ده، إن إحنا هنشكر ربنا كل يوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.